إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرة أخرى إخوتي في الله، فبعد هذا الشوط الذي قطعناه بفضل من الله ورحمة، وكنا قد تعرضنا فيه لمسائل في مبحث الإيمان، مبتدئين بتعريفه حتى انتهى بنا المقام في هذا اليوم الذي سوف نتكلم عنه إن شاء الله فيما يتعلق بمبحث الفرق. فكنا سابقا قد فصلنا وأسسنا مبحث الإيمان، وحتى يبقى الإنسان على حذر من أهل البدع كما مر معنا في الدرس الماضي، باب التحذير من البدع، فكان لابد لنا أن نذكر هذه الفرق حتى نبقى على حذر منها من جهة، ومن جهة أخرى يظهر معنا تأصيلات أهل العلم من جهة أخرى. وأمر ثالث أنه بهذا يتضح لنا من هم العلماء الربانيون الذين دعوا إلى عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، ومن تزيى بزيهم وتنكر بلباسهم زاعما أنه على عقيدة السلف الصالح. فلا بد أن لا ننسى أيضا ما ذكرناه سابقا من إخباره صلى الله عليه وسلم من حدوث الفرقة في أمة الإسلام، ولا بد أن لا ننسى ما ذكرناه أيضا من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالاعتصام بكتاب الله عز وجل، وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين. كل ذلك ذكرناه وأفصلناه، وذكرنا الأدلة والبراهين في ذاك الوقت. أما هذا الوقت فسوف نتكلم عن أهل البدع، محذرين منهم كما قال الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين أو سبيل المجرمين. فبالتالي إخوتي في الله، لا بد أن نحذر سبيل المجرمين وسبيل أهل البدع. فلا أريد أن أردد وأن أذكر ما كنت قد ذكرته سابقا، فأقول مستعينا بالله جل في علاه وبه أصول وأجول. قال باب التعريف بالفرق والتحذير منها فيما يتعلق بمبحث الإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا فيه سبب حصول هذه الفرق فيما يتعلق بمبحث الإيمان، وهذا منهج امتاز به شيخ الإسلام
في مؤلفاته وفي كتاباته وفي دروسه أنه إذا ذكر بدعة ذكر لك أصلها وما هو السبب الذي بسببه حصلت هذه البدعة، ثم تراه ينقض على الأصل فيهدم أصل البدعة، فبالتالي ينهار جميع بناء أهل البدع. وهذا منهج لا يقدر عليه إلا الموفق المتمكن المكين من معرفة الفرق وأصولها. وعندما كان يأتيه المبتدع ليعرض الحجج لكي يفهم شيخ الإسلام، بعدما يذكر حججه يقول له أنهيت؟ يقول نعم، وهو فرح مسرور، فقال أزيدك حجة أخرى مذكورة في كتبكم وقد فاتت. فيذهل ذاك المبتدع، ثم تراه ينقض على بدعه فينسفها ويبين أنها لا تغني ولا تسمن من جوع. لذا عندما شرب الحافظ ابن حجر رحمه الله ماء زمزم، شربه بنية أن يصبح عنده علم في الفرق، أن يصبح عنده علم في الفرق كما كان عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن يكون عنده علم في معرفة الرجال كالحافظ الذهبي. فإذا هذا باب إذا تكلم فيه شيخ الإسلام استفرد وعرف. فهنا يوقفك في كتابه العظيم الإيمان صفحة 176، قال رحمه الله: الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان. الأصل السبب الذي إذا عرفناه عرفنا سبب حصول هذه الفرق وحصول هذا التفرق في أمة الإسلام في متحف الإيمان. ثم فقال ماذا قالوا؟ أنه متى ذهب بعضه ذهب كله، لم يبقى منه شيء. إذن هذا هو الأصل عند أهل البدع، ومن خلاله ظهرت بدعهم وظهرت ضلالاتهم. أن عندهم قاعدة أن الإيمان وحدة واحدة، فإذا ذهب جزء من هذا الوحدة فبالتالي ذهب كل الإيمان. بينما من يذكرنا بتعريف أهل السنة الذين هم على عقيدة السلف الصالح في مبحث الإيمان؟ من يذكرنا بالتعريف؟ تفضل. إذن هنا نلاحظ من هذا التعريف الذي ذكرناه سابقا وفصلناه وذكرنا الأدلة عليه ولا نعيد، أنه وحدة واحدة أم يتعلق بوحد؟ يتعلق بوحد. بينما عند أهل البدع هو وحدة واحدة. فيقول شيخ الإسلام هذا هو السبب الذي من خلاله تفرقت هذه الفرق وأصبحت شراذم. أن الإيمان عندها وحدة واحدة، أنه متى ذهب بعضه ذهب كله. ما عندهم الإيمان درجات، بينما أهل السنة كما سمعنا في تعريف الإيمان عندهم أن الإيمان يزيد وينقص، بينما عندهم أنه لا يمكن هناك زيادة للإيمان أو نقصان. فإذا إذا أردت أن تعرف الأصل الذي من خلاله ظهرت البدع فهو يلخص بكلمة
أو كلمتين، من يلخص كلام شيخ الإسلام من الإخوة؟ من يلخص؟ أفضل. أحسن. أن الإيمان عندهم وحدة واحدة. ثم لو أردنا أن نشرح نقول إذا زال بعضه زال كله. لذا كلامنا إن شاء الله سوف يكون عن الفرق، عن فرقتين وهما العمدة في هذا الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأول هذه الفرق فرقة المرجئة، فرقة المرجئة التي كان أهل السنة عند ظهورها على التحذير منها وعلى تحذير طلاب العلم ومن ساروا على طريقة السلف أن يجالسوهم أو أن يسمعوا لهم. ولا نستطيع في هذه العجالة أن نستعرض الآثار الكثيرة التي فيها التحذير من المرجئة، ولكننا سوف نبقى مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان ما عندهم من ضلالات. وإذا كتب الله لنا في العمر بقية وانتقلنا إلى مستوى أكبر توسعنا، ولكننا الآن نبقى في بيان من هم المرجئة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وكفاك به معرفة. قال رحمه الله في تعريف الإيمان عندهم، ذكر ذلك في كتابه الإيمان صفحة 154. ما هو تعريفه عندهم؟ قال: الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه. قال: الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه. إذا هذا هو تعريف الإيمان عند من؟ عند المرجع المبتدع الضال. لا يخرج أحد يقول الشيخ عرفنا وعلمنا تعريف الإيمان عند أهل السنة أن الأعمال ليست منه، هذا كلام الضلال. تعريف الحق ذكرناه وفصلنا، الآن مرتبة متطورة قليلا أننا نفهم تعريف الإيمان عند أهل البدع. فهم يجعلون أعمال الجوارح ليست من الإيمان. فبالتالي الصلاة، هل إذا أديت الصلاة يزداد إيمانك؟ ماذا يقولون؟ لا. إذا شربت الخمر هل ينقص إيمانك؟ يقولون لا. هكذا يقولون. لذا ماذا قال أيضا شيخ الإسلام في صفحة 116 وصفحة 155؟ قال عنهم ماذا يقولون أيضا في تعريف الإيمان؟ قالوا: إيمان الناس كلهم سواء، أو إيمان الناس كلهم سواء. إيمان الناس أي جميع الناس على درجة واحدة. فمن هو أعظم إيمانا عند المرجئة؟ الذي يشرب الخمر أم الذي يصلي في الصف الأول في المسجد؟ من أعظم ومن أعلى؟ سواء. قلت الإيمان العبرة وين؟ في القلب. هذه كلمة نسمعها من بعض العوام في هذا الزمان، كل فلان يشرب الخمر الشيخ، ربنا رب قلوب، لا حاجة، كل الناس سواء في الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال شيخ الإسلام أيضا
في بيان أنهم قد يذكرون معنى الزيادة، ولكنهم يحتالون ولا يقولون بقول من هم على عقيدة السلف. قال في صفحة 155 أيضا، قال الإيمان يزيد، هم يقولون الإيمان يزيد بمعنى أنه كان كلما أنزل الله آية وجب التصديق بها، كلما نزلت آية وجب التصديق بها، فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله، فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله. إذن الإيمان يزيد عندهم بمعنى ماذا؟ زيادة التصديق في علم الأشياء. لكن ها بعد كمال ما أنزل الله، ما عاد ينزل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقي الإيمان يتفاضل عندهم. إذن الإيمان عندهم يزيد متى؟ فقط في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، في زمن نزول القرآن، بمعنى آيات جديدة أصدر بها. فبالتالي عطلوا النصوص الكثيرة التي ذكرناها. أرجو أن لا تنسوا ما أخذناه، وأن تراجعوا ما كتبتموه، وتسمعوا الأشرطة حتى تبقوا على ذكرى بعقيدة السلف التي أصلناها وذكرنا الأدلة الكثيرة عليها. وقال أيضا شيخ الإسلام صفحة 125، قال المفاضلة في إيمان النبي صلى الله عليه وسلم على الفاسقين، ها إذن في زيادة في إيمان النبي صلى الله عليه وسلم على شاربي الخمر على الفاسقين، أنه يستمر تصديقه معصوما من الشكوك. إذن حصروا زيادة الإيمان بالتصديق، حصروا زيادة الإيمان بالتصديق. فبالتالي لو أتاك شارب الخمر وقال لك أنا لا أشك أبدا، فإيمانه مثل إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا قالوا والعياذ بالله. ثالثا قالوا كما يقول شيخ الإسلام أيضا صفحة 155 من كتاب الإيمان، قال الأعمال قد تسمى إيمانا مجازا، الأعمال قد تسمى إيمانا مجازا، أي ليس على وجه الحقيقة، ليس على وجه الحقيقة، وإنما فقط من باب التسمية التي لا حقيقة لها. فهم يقولون الأعمال قد تسمى إيمانا لا حقيقة، وإنما فقط مجازا. وقال في موطن آخر صفحة 73، قال عمدتهم في عدم إدخال الأعمال في اسم الإيمان هو المجاز، أي دليل المرجئة في عدم دخول أعمال الجوارح في مسمى الإيمان هو المجاز. لذا أقام شيخ الإسلام في كتابه الإيمان فصلا في بطلان المجاز، فصلا في بطلان المجاز. وابن قيم الجوزية في كتابه العظيم الصواعق المرسلة
أقام فصلا في الرد على طاغوت المجاز، سماه طاغوت عن المجاز. وحقيقة الأمر أن الكلام عن المجاز لو أردنا أن نتكلم الآن لاحتجنا إلى مجال، ولكن ما يهمنا الآن أن نعرف ما هو سبب وما هي حجتهم. وأنت إذا رجعت إلى ما أحيلك إليه وجدت التفصيل. رابعا، ماذا عند المرجئة؟ قال شيخ الإسلام صفحة 334، قال: هم على تحريم الاستثناء في الإيمان، هم على تحريم الاستثناء في الإيمان. فأهل السنة الذين هم على عقيدة السلف الصالح، ما معنى عندهم كلمة الاستثناء في الإيمان؟ تفضل أحمد. إذن قول أنا مؤمن إن شاء الله، ماذا يعتقد من هم على عقيدة السلف في قول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله؟ ماذا يجب عليك أن تعتقد يا عبد الله؟ تفضل. نحن نقول أهل السنة ماذا يقولون في حق من يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ أخطاء. يظهر أنك لا تراجع ولا تقرأ، هذا زلة ينبغي أن تحضرها. اتق الله مدروس. تفضل. ما حكمهم؟ يقولون أنها مشروعة، أنها مشروعة. وماذا يقصد أهل السنة بقولهم أنا مؤمن إن شاء الله؟ ماذا يقصد أهل السنة بقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله؟ تفضل رافض. نعم، فهم يقولون أن الإيمان، أن العمل الصالح من الإيمان، فبالتالي لأننا لم نستقم في تطبيق أمر الله على بالعمل الصالح، فبالتالي نقول إن شاء الله حتى ينسوا عن أنفسهم التزكية. وهذا شرحناه شرحا تفصيليا، ولكن أخشى أن يكون كلام الليل يمحوه النهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان صفحة 116، قال عنهم عن المرجئة: ولا يستثنون في الإيمان، بل يقولون هو مؤمن حقا. فبالتالي عند المرجئة بما أنهم لا يجيزون للرجل أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فبالتالي الواحد منهم يقول أنا مؤمن حقا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بينما أهل السنة يقول أنا مؤمن إن شاء الله. هذا فيما يتعلق لأن العمل من الإيمان، أما ما يتعلق بالحكم فهو يقول أنا مؤمن، أي ضد الكفر، بمعنى أني لست بكافر فلا نخلط. حقيقة المرجئة أصناف، المرجئة أصناف، وذكر هذه الأصناف شيخ الإسلام صفحة 155 من كتاب الإيمان. قال: أصناف المرجئة ألف، نحن نقول ألف، الإيمان ما في القلب، ومنهم من يدخل أعمال القلب
إذن منهم من يقول أن الإيمان محصور فقط على القلب، لا دخل للسان ولا دخل للجوارح. فمنهم من يقول أن الإيمان هو المعرفة، وهذا حقيقة هو قول الجهمية، قول الجهمية. فعندهم الإيمان فقط هو المعرفة. القسم الثاني من المرجئة من يقول مجرد قول اللسان. إذن هذا الصنف لم يتعرض إلى القلب ولا إلى الجوارح، وإنما قال الإيمان هو مجرد قول اللسان، مجرد قول اللسان. وهذا يشبه قول الكرامية، وهذا يشبه قول الكرامية. الصنف الثالث من المرجئة من يقول تصديق القلب وقول اللسان. إذا اتفقت جميع فرق المرجئة أن العمل ليس من الإيمان، أعمال الجوارح ليست من الإيمان والعياذ بالله. فبالتالي ينبغي إخوتي في الله أن نفهم أن أصول المرجئة، أولا من يذكر لنا الأصول التي ذكرناها في هذا الدرس؟ من يذكر لي أولا؟ من يذكر لي؟ تفضل. عمل إيش؟ أحسن. فإذا أولا يقولون أعمال الجوارح ليست من الإيمان، فبالتالي لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر عمل. فقالوا الأصل الثاني الذي عندهم، ما هو الأصل الثاني الذي ذكرناه؟ تفضل. بمعنى أنه وحدة واحدة لا يزيد ولا ينقص. الأصل الأول أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان. الأصل الثاني أن الإيمان وحدة واحدة لا يتجزأ، فبالتالي لا يزيد ولا ينقص. الأصل الثالث الذي عند المرجئة، من يذكرنا بالأصل الثالث عند المرجئة؟ من يقول تنسوا؟ تفضل خالد. لا هذا ذكرناه. ما هو الأصل الثالث؟ تفضل. من يعرف؟ تفضل. منكر ذكرنا هذا يا جماعة. تفضل. أحسن. أنهم يحرمون، بل منهم من يكفر من يستثني في مسألة الإيمان، فلا يجيزون للرجل أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. إذن هذه الأصول الثلاثة التي هي عند المرجئة. ماذا حكم أهل العلم على المرجئة؟ المرجئة الصنف الثالث الذين قالوا أعمال الجوارح ليست من الإيمان سموهم مرجئة الفقهاء، سموهم مرجئة الفقهاء، لأن هناك من فقهاء المسلمين من قال بهذا القول. فقال شيخ الإسلام صفحة 336 قال لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، صفحة 308 قال لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء. فإذا
السلف حذروا من مرجئات الفقهاء، لكن هذا التحذير هل وصل الى الحكم عليهم بانهم كفار خارجين من ولايه الاسلام؟ الجواب لا، وانما هم وقعوا في البدع والضلال والعياذ بالله، وخالفوا نصوص القران، وخالفوا نصوص السنه، وخالفوا ما كان عليه سلف الامه. ولكن هذه المخالفه لا نستطيع ان نحكم عليهم انهم كفار. الان من انتاج بالحرب على المرجئه؟ من يعرف اشد من كان على المرجئه؟ من الذي اعلن الحرب وذكر الدساتر والجيوش في الرد على المرجئه؟ تفضل للقيم. من يعرف؟ تفضل. من يعرف؟ من يعرف؟ من يعرف؟ من يعرف؟ يقول شيخ الاسلام في كتاب الايمان صفحة 336، قال اهل الشام، اهل الشام شديدين على المرجئة، اذا رأيت رجلا من اهل السنة من اهل الشام فاعلم مباشرة انه شديد على المرجئة. فبالتالي ما ذكرت شيخ الاسلام اين كان؟ ابن القيم، غير واحد من اهل العلم كان في الشام. فبالتالي الشام، بلاد الشام كانت تورث عداوة المرجئة سلفا عن خلف. فبالتالي اهل الشام هم من اشهر الناس الذين كانوا شديدين على المرجئة. ومن حسن في هذا الزمان انه ظهر عالم من علماء دعاة السلف الذي دعا الى العقيدة السلفية ونصر السنة ودعا اليها حتى مات، وكان شديدا على المرجئة، وهو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. فكان رحمه الله منذ تأصيلاته، منذ تقعيداته، في تأليفاته، في كتبه، في مجالسه، في رسائله، تجده يكون حربا على المرجئة. لذا إخوتي في الله، فالشيخ الألباني رحمه الله من ينظر في كتبه يراه قد سار على درب علماء الشام في حربه للمرجئة. لذا أردت أن أستعرض أمثلة واقعية من كتب شيخنا الألباني رحمه الله يناقض ويشن حملة على المرجئة. وعندما تنبه الخوارج في هذا الزمان، التكفيريون الذين يحاربون السنة، عندما تنبهوا إلى حرب الشيخ الألباني عليهم أرادوا تنفير الناس منه، فقالوا الشيخ الألباني مرجئ والعياذ بالله. فضحك أهل العلم، فضحكوا حتى كاد الواحد منهم أن يقع على ظهره من كثر ما ضحك. لو ذكرت آخر لكان الأمر يمكن أن نقول، أما من كان علما على حرب المرجئة يقال عنه مرجئ؟ فهذه يعني لو فتحت الكتب لتبحث عن شيء يضحكك ما وجدت أعظم
ولا أكبر من هذه النكتة كما يقول عامة الناس. فالشيخ الألباني أولا هو أول من نشر أو من أول من نشر كتب السلف التي تدعو إلى الإيمان الذي كان عليه السلف الصالح، والتي في هذه الكتب الرد على المرجئة. فمثلا نشر كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، ومن ينظر في هذا الكتاب يجده حربا على المرجئة. فإذا هذا معلم من معالم حرب الشيخ الألباني على المرجئة. ونشر كتاب الإيمان لأبي عبيد لأبي بكر بن أبي شيبة، فكتاب ابن أبي شيبة الإيمان الذي نشره وحققه هو الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا الكتاب أيضا فيه تأصيلات وبيان عقيدة السلف في مبحث الإيمان، فهو رد على المرجئة وكسر لرأسها. وأيضا هو الذي نشر كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. من الذي نشره؟ شيخ الألباني رحمه الله. وأيضا نشر كتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة فيه عرض لعقيدة السلف ورد على المرجئة. أيضا نشر كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي الذي تعرض لمسائل التوحيد عموما، وتطرق في هذا الكتاب إلى موضوع الإيمان خصوصا، ورد من جملة من رد عليهم ابن أبي العز الحنفي في شرحه رد على المرجئة. فإذا لننظر أمثلة واقعية من كلام شيخنا الألباني رحمه الله في كتبه. ولكن قبل ذلك فقام شيخنا علي الحلبي حفظه الله بتأليف كتاب هو له صلة، بل هو في صلب ما نحن بصدده، أنه كتب كتابا سماه التعريف والتنبئة بتأصيلات العلامة الشيخ الإمام أسد السنة الهمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في مسائل الإيمان والرد على المرجئة. فإذا جمع شيخنا علي الحلبي رحمه الله حفظه الله كلام أو شيئا من كلام شيخنا الألباني رحمه الله في رده على المرجئة. وعندما أصبحت تكثر هذه الفرية على الشيخ الألباني، وأهل البدع إخوتي في الله إذا أرادوا أن يمشوا بدعهم على الناشئة، أو إذا أرادوا أن يوسعوا بدعهم عند بعض الناس، فإنهم لا يأتون إلى أهل العلم ليباحثوهم، وإنما يذهبون إلى الناشئة وإلى من هم حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام، فيأتون إلى من انتهى بالدنيا وأتم الدراسات العليا مثلا، ولكنه خال من العلم، فهو في علم الدنيا
من أصحاب الشهادات العليا، لكن فيما يتعلق بعلم الشريعة وعلم الشر فهو في صف العوام لا أكثر، ونخشى أن يكون أقل. فيأتون إلى الناشئة أو إلى الشباب الصغار فيقذفون في قلوبهم أفكار التكفيريين وأفكار الخوارج، ولكنهم أمام سد منيع يحمي هؤلاء الشباب ويحمي هؤلاء الناس من فتنة التكفيريين وفتنة الخوارج، وهو الشيخ الألباني رحمه الله. فيريد أن يكسر هذا السد فلا يستطيع، فيحاول أن يخترق بأن يسقط الشيخ الألباني فيخرج هؤلاء التلاميذ من دائرته، فمن خرج استفردوا به وجعلوه منهم، كما أخبر بذلك في زمانه العالم برهان الدين البقاعي عندما كان في نشأة إصداره وفي طفولته مع الصوفية، وكانوا يزعمون والعياذ بالله أن الله يحل في المخلوقات، وكانوا يقولون وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة. فيجن هذا الشاب الناشئ كيف يقال عن الله هذا القول، فيقولون له عندما تكبر تفهم، عندما تكبر تفهم، وفعلا عندما كبر فهم أنهم على ضلال. وكانوا يحذرونه من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى قال ماذا عند ابن تيمية أعظم مما أسمعه، ماذا عنده أعظم؟ فذهب وقرأ كتب شيخ الإسلام فإذا به يجد عقيدة الإسلام سيرا على سنة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، فانخلع منهم وكتب كتابه المطبوع مصرع التصوف وبين ضلالهم. فهذا هو فعل المبتدع في هذا الزمان، أنهم يحذرون من الشيخ الألباني ومن تلاميذه حتى يستفردوا في الناشئة فيجعلوا لهم معهم. قابلت قبل فترة واحدا منهم يتهجم على الشيخ الألباني، فقلت له وكان يحسن الظن بي، لذا وجدت عنده أذنا طاغية، فقلت له كيف تتكلم عن الشيخ الألباني؟ قال هو مرجئ. قل أتعرف ما هي أصول المرجئة؟ قال لا أعلم. هل قرأت كتب الشيخ ناصر؟ قال لا. هل قرأت كتب المرجئة أو كلام شيخ الإسلام عن المرجئة؟ قال لا، ولكن الشيخ مرجئ هكذا يلقن ولا يعرف أنا مرجئ ولا أصول المرجئة ولا كلام الشيخ. وقابلت كذا والعياذ بالله من الإخوة هم على هذا، فيقولون الشيخ موقره ولكن تلاميذه هم مرجئة، فمن يطعن في التلاميذ فهو يطعن في الشيخ. وهذا يذكرنا بالبدعة القديمة عندما كانوا يريدون أن يذكروا الشيخ فكانوا يقولون لا مشايخ له، وعندما مات قالوا لا تلاميذ له، كأنه وجد في زمان لا مشايخ ولا تلاميذ فبالتالي يمحى. هذه هي أساليب أهل البدع. لذا سئل الشيخ ابن عثيمين قبل موته رحمه الله، انظر ماذا يقول، ماذا سئل؟ قيل له إن يقول البعض إن الشيخ الألباني رحمه الله قوله في مسائل الإيمان قول المرجئة، فما قول فضيلتكم في هذا؟ انظر من الذي يتكلم أهل العلم، وإذا تكلم أهل العلم فينبغي أن يسمع لهم وأن تخرف
ألسنة الجهلة، فماذا كان جوابه؟ قال: أقول كما قال الأول، أقلوا عليهم، لا أذى لأبيكم من اللوم، أو سدوا المكان الذي سدوا. الألباني رحمه الله عالم محدث فقيه، وإن كان محدثا أقوى منه فقيها، ولا أعلم له كلاما يدل على الإرجاء أبدا، ولا أعلم له كلاما يدل على الإرجاء أبدا، لكن الذين يريدون أن يكفروا الناس هكذا. انظروا من الذي يثير هذه الفتن على الشيخ الألباني وعلى تلاميذه، هم من عرفهم الشيخ ابن عثيمين. قال: لكن الذين يريدون أن يكفروا الناس يقولون عنه وعن أمثاله إنهم مرجئة، فهو من باب التلقيب بألقاب السوء. وأنا أشهد للشيخ الألباني رحمه الله بالاستقامة وسلامة المعتقد وحسن المقصد، ولكن مع ذلك لا نقول إنه لا يخطئ، لأنه لا أحد معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا طبعا في لقاء إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر في تاريخ 7/5/2000 ميلادي توقيت النصراني. وقال أيضا حفظه الله ونفع الأمة به ردا على من وصف الشيخ بأنه مرجع، قال: من رمى الشيخ الألباني بالإرجاء فقد أخطأ، إما أنه لا يعرف الألباني وإما أنه لا يعرف الإرجاء. الألباني رجل من أهل السنة رحمه الله، مدافع عنها، إمام في الحديث، لا نعلم أن أحدا يباريه في عصرنا، لكن بعض الناس نسأل الله العافية يكون في قلبه حقد إذا رأى قبول الشخص ذهب يلمزه بشيء، كفعل المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم يلمزون المتصدق المكثر من الصدقة والمتصدق الفقير. الرجل رحمه الله نعرفه من كتبه وأعرفه بمجالسته أحيانا، سلفي العقيدة، سليم المنهج، لكن بعض الناس يريد أن يكفر عباد الله بما لم يكفرهم الله به، ثم يدعي أن من خالفه في هذا التكفير فهو مرجع، كذبا وزورا وبهتانا. لذلك لا تسمع لهذا القول من أي إنسان صبر. إذن هذا هو كلام أهل العلم في أهل العلم. فبالتالي انظر مثلا ما يقول الشيخ الألباني في مقدمة رياض الصالحين صفحة 21، قال من الطبعة الجديدة، قال رحمه الله: فوائد متفرقة. الحديث 8 عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى قوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أورده الإمام النووي في رياض الصالحين، قوله: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، رواه مسلم. قلت، أي قال الشيخ الألباني، وزاد مسلم وغيره في رواية: وأعمالكم، وهو مخرج في غاية المرام في تخريج الحرام والحلال والحرام. وهذه الزيادة هامة جدا، لأن كثيرا من الناس يفهمون الحديث بدونها فهما خاطئا. فإذا أنت أمرتهم بما أمرهم به الشرع الحكيم من مثل إعفاء اللحية وترك التشبه بالكفار ونحو ذلك من التكاليف الشرعية، أجابوك بأن العمد على ما في القلب. إذن هو يحارب من يقول أن الأعمال ليست من الإيمان، أعمال الجوارح من مثل إعفاء اللحية وترك التشبه بالكفار ونحو ذلك من التكاليف الشرعية، أجابوك
لجواب المرجئة، لأن العمد على ما في القلب، واحتجوا على زعمهم بهذا الحديث دون أن يعلموا بهذه الزيادة الصحيحة الدالة على أن الله تبارك وتعالى ينظر أيضا إلى أعمالهم، فإن كانت صالحة قبلها وإلا ردها عليهم، كما تدل على ذلك عديد من النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحقيقة أنه لا يمكن تصور صلاح القلوب إلا بصلاح الأعمال، ولا صلاح الأعمال إلا بصلاح القلوب، وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل بيان في حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن الشيخ الألباني رحمه الله يبين أن عمل الجوارح من الإيمان، وليس كما يقول من يقول أن الإيمان محصور على القلب. وقال رحمه الله في العقيدة الطحاوية شرح وتعليق كتيب صغير، قال رحمه الله صفحة 62 في عند قول الطحاوي: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. قلت هذا مذهب الحنفية والماتريدية خلافا للسلف. يعني كيف يا طحاوي تقول تعريف الإيمان هو إقرار باللسان والتصديق بالجنان؟ هذا مذهب الحنفية والماتريدية خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم، فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق العمل بالأركان. وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه الشارع رحمه الله بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان، وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا، فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان، إذا من هم الفقهاء الذين حصل عندهم الإرجاء؟ ما هو المذهب؟ الحنفية. فإذا هو يرد عليهم، يرد على المرجئة من نحو 40 سنة، قال اتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك، ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان، وتكلفوا في تأويلها تكلفا ظاهرا بل باطلا. ثم قال: ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريا وهم يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول إيماني كإيمان أبي بكر الصديق، بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام؟ وكيف وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم مهما كان فاسقا فاجرا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ إذن رد على مرجئة الفقهاء أولا بعدم إدخالهم العمل الصالح أو أعمال الجوارح في الإيمان، رد عليهم في مسألة أن إيمان الناس كلهم سواء، رد عليهم في مسألة عدم الاستثناء في الإيمان. إذن رد على المرجئة من نحو 40 سنة رحمه الله، قبل أن يظهر من يظهر وكان في بطن أمه، أو لعله لم يكن في بطن أمه، وإن كان حيا فكان يلعب مع الصبية ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذكر أيضا كلاما يبين أيضا ذلك صفحة 61، وذكر أيضا ذلك صفحة 64، فمن رجع إلى هذا الكتاب وجد ما فيه
شفاء وبيان الرد على المرجئة في الأمثلة التي ذكرنا. وأيضا الشيخ الألباني كتب كتابا سماه الذب الأحمد، الذب الأحمد. هذا الذب الأحمد ذب فيه عن مسند الإمام أحمد، وهذا الكتاب أصله أن الشيخ ابن باز رحمه الله بعث رسالة إلى الشيخ الألباني يطلب منه أن يكتب رسالة في الرد على حنفي هندي، حنفي هندي طعن في نسبة وصحة رواية مسند الإمام أحمد. وبما أن المسألة في علم الحديث ومسألة تتعلق بمسألة عقائدية سلفية، فما كان الشيخ ابن باز إلا أن أحال وطلب برسالة من سلفي العقيدة محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله. فبين الشيخ الألباني سبب طعن هذا الحنفي الهندي في صحة نسبة الكتاب، أن القطيعي الراوي عن ابن الإمام أحمد لمسند الإمام أحمد كان يقول أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا المبتدع هو على عقيدة المرجئة، هو على عقيدة المرجئة الذين يقولون من قال أن الإيمان يزيد وينقص فهو كافر أو ضال. فبين الشيخ الألباني أن الإيمان يزيد وينقص، وأن هذا القطعي على عقيدة السلف، وأن طاعن هذا المشاغب لا قيمة له لأن أصل عقيدته فاسدة. فقال رحمه الله صفحة 33، قال: وإني أخشى لأخشى أن يكون هذا الرجل، أي رجل؟ الحنفي الهندي. وإني لأخشى أن يكون هذا الرجل قد تأثر في إفك هذا وتعصبه على القطيعي بالشيخ زاهد الكوثري. والزاهد الكوثري من أئمة الحنفية المبتدعة الأشاعرة أيضا المرجئة في هذا العصر. وكان الشيخ قد ذكر صفحة 32، قال: فأقول يبدو لي والله أعلم من مجموع كلامه المتقدم بصورة عامة ومن قوله في هذه الفقرة بصورة خاصة أن الرجل حنفي المذهب ما تريدي المعتقد، ومن المعلوم أنهم لا يقولون بما جاء في الكتاب والسنة وآثار الصحابة من التصريح بأن الإيمان يزيد وينقص، وأن واحد الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال من الإيمان، وعليه جماهير العلماء سلفا وخلفا ما عدا الحنفية، فإنهم لا يزالون يصرون على المخالفة، بل إنهم لا يصرحون بإنكار ذلك عليهم، حتى إن منهم من صرح بأن ذلك رد وكفر. من قال الإيمان يزيد وينقص فهو عندهم والعياذ بالله إيش؟ كافر والعياذ بالله. ثم علق الشيخ الألباني بقوله: وهذا يخالف صراحة حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، سئل أي العمل أفضل، وهذا مر معنا في التأصيل، قال: إيمان بالله. إذن الإيمان بالله عز وجل عمل، وذكر ثم قال: وفي معناه أحاديث أخرى ترى بعضها في الترغيب. ثم قال: وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية وجه كون الإيمان من الأعمال وأنه يزيد وينقص بما لا مزيد عليه في كتاب الإيمان فليراجعه من شاء البصر. ثم قال في النهاية شيخنا رحمه الله: أقول هذا ما كنت كتبته منذ أكثر من 20 عاما مقررا مذهب السلف
وعقيدة أهل السنة ولله الحمد في مسائل الإيمان. ثم يأتي اليوم بعض الجهلة الأغمار والناشئة الصغار فيرموننا بالإرجاء. الله ربي، فإلى الله المشتكى من سوء ما هم عليه من جهالة وضلالة وغثاء. فإذا من أكبر الأضحكات ومن أكبر المفتريات أن نتهجم على المحارب للمرجئة والذي يبين عقيدة السلف في مبحث الإيمان في مجالسه وفي كتبه وفي أشرطته أنه مرجئ. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان من الناس من نسب الولد إلى الله، ومن الناس من يقولون بألسنة ما ليس في قلوبهم، فبالتالي لا نستغرب إن سمعنا مثل هذه الافتراءات على أمثال علماء السنة الذين هم على عقيدة السلف الصالح. ولكن كل الخوف على الناشئة أن ينجروا وراء هؤلاء المبتدعة فينسلخوا عن كتب هؤلاء العلماء فيستفرد بهم ثم يصبحوا أمثالهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأقول من حصل معه مثل ذلك فليعلم تماما أنه ليس فيه خير، لأن الله عز وجل يقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فالمعرض عن تعلم الكتاب والسنة على عقيدة السلف الصالح ليس فيه خير. الذي لا يتفقه في دين الله على وفق عقيدة السلف الصالح ليس فيه خير. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذا قال الله لنبيه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فبالتالي إن وجدت من هؤلاء العصبة من انتكس وصار في درب هؤلاء فتواصى بنصحه وتواصى بالدعاء له، فإن لم يستجب فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال الشيخ في مواطن كثيرة، وقال أيضا الشيخ في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد السابع وهو من وقد خرج الكتاب بعد موته وكان الشيخ يعده للطباعة، قال ثم تحت معلقا تحت حديث رقم 3054 قال رحمه الله ثم طبعت هذا البحث صفحة 152 ثم طبعت هذا البحث في رسالة خاصة بعنوان حكم تارك الصلاة فنفع الله بها من شاء من عباده، واستنكر بعض المؤلفين ما فيه من الحكم أن تارك الصلاة كسلا مع إيمانه بها ليس بكافر لمخالفته إياه عقيدة، فهو بهذا الاعتبار مخالف له وهو عمل قلبي، والله عز وجل ضمن أن لا يضيعه كما قال أبو سعيد في الحديث هذا وهو حديث الشفاعة. ثم قال الشيخ صفحة 153 في الرد على هؤلاء الذين اتهموه بالإرجاء، قال مع أنه يعلم هذا الذي اتهمه وكتب كتابا فيه، مع أنه يعلم أنني أخالفهم أي أخالف المرجئة مخالفة جذرية، فأقول الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال الصالحة من الإيمان، وأنه يجوز الاستثناء فيه. الله ربي، إنسان وأصل عقيدة السلف ويرد على المرجئة ويقولون له لا نسمع لك أنت مرجئ، هذا يذكرنا بصنيع كفار قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل جيش
يريد أن يغزوكم أكنتم مصدقين؟ قال نعم. قال فأني أخبركم أني رسول الله. قالوا كذاب ساحر كذاب. ثم بعد ذلك يأتون بالأمانات ويضعونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، ما أنتم تقولون أني كذاب، فكيف تأتون بالصدق بالأمانات بالأموال وتضعونها عندي؟ فقال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك. وماذا قال الله عز وجل في قوم فرعون؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن الرجل يقول أني أقول أن الأعمال الصالحة من الإيمان، وأنه يجوز الاستثناء فيه خلافا للمرجئة، وأقول الإيمان يزيد وينقص، ومع ذلك رماني أكثر من مرة بالإرجاء، وضع علامة تعجب. فقرر بذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فقل: ما أشبه اليوم بالبارحة. ليش يا شيخ؟ لما أيها الشيخ تقول ما أشبه اليوم البارحة؟ قال: فقد قال رجل لابن المبارك، عبد الله بن المبارك الذي كان يدعو إلى السنة ويدعو إلى الجهاد ويحارب أهل البدع ويدعو إلى عقيدة السلف الصالح، فقد قال رجل لابن المبارك: ما تقول في من يزني ويشرب الخمر، أمؤمن هو؟ قال ابن المبارك: لا أخرجه من الإيمان، أن يبقى محكم عليه أنه مسلم ليس بكافر. فقال الرجل: على كبر السن صرت مرجئا؟ الله ربي. يقال لعبد الله بن المبارك: فإذا قيل في الشيخ الألباني فالأمر على درب أولئك العلماء. فقال الرجل: على كبر السن صرت مرجئا؟ فقال له ابن المبارك: إن المرجئة لا تقبلني، لو أردت أن أصبح مرجئا فالمرجئة تطردني من صفوفهم. كيف؟ أنا أقول الإيمان يزيد وينقص، والمرجئة لا تقول ذلك، والمرجئة تقول حسناتنا متقبلة وأنا لا أعلم، تقبلت مني حسنة. ما أحوجك؟ ثم أعطاه النصيحة، قال: وما أحوجك أن تأخذ سبورة فتجارس العلماء؟ وهذه نصيحتنا إلى كل من يتهجم على العلماء وعلى تلاميذ العلماء. ما أحوجهم إلى العلم أن يأتوا ويجدوا بالركب بين يدي أهل العلم ويفتحوا الكتب ويقرأوا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.
أيضا الشيخ الألباني رحمه الله عندما كان يناقش أبا غدة، أبو غدة عبد الفتاح من أشهر الكتاب في هذا الزمان، وهو معروف بإخراجه لكتب التراث، بل كان في اللغة قويا، حتى قال أهل العلم وشهدوا له بقوته في إخراج كتب التراث ببط النص، وكان للأسف على عقيدة مرجئة، وفي نفس الوقت كان يحذر الناس من عقيدة السلف، ثم ذهب إلى بلاد الحجاز، وانطلب قوله. فالشيخ الألباني قال له: إن كنت فعلا على عقيدة السلف فأجب عن هذه الأسئلة. فمن بين هذه الأسئلة التي سألها الشيخ الألباني له، قال له كما في شرح العقيدة الطهوية صفحة 57، قال: يقول الإمام طبعا للأئمة مالك والشافعي وأحمد والأوزاري وإسحاق الرهوي وسائر أهل الحديث وأهل المدينة: إن الإيمان هو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، وقالوا يزيد وينقص. فخلاصة السؤال: فهل تقول بمثل هذا القول؟ فإذا الشيخ الألباني يعرض عقيدة السلف في مذهب الإيمان ويدعوه أن يقول بها، ويحكم أن مخالفتك لهذا التعريف يعني أنك لست على عقيدة السلف في مبحث الإيمان. وذكر أيضا مسألة أخرى فيما يتعلق بالاستثناء، وقال: ذهب الإمام شارح الطحاوية إلى جواز الاستثناء في الإيمان، وهو قول المؤمن: أنا مؤمن إن شاء الله، على تفصيل في ذلك بينه، والحنفية يمنعون منه مطلقا. والشاهد فقال له: هل تقول بمثل هذا القول؟ إذن الشيخ الألباني كان يحارب المرجئة ويؤصل عقيدة السلف. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. هذا الله تعالى أعلم. نسمع الآن إذا كان أحد الإخوة عنده سؤال إلى موعد إقامة الصلاة، ونبدأ من جهة اليمين إذا كان هناك سؤال. تفضل. المجاز مبحث لغوي دخل إلى المبحث التوحيدي، فإذا الأصل التعامل معه مبحث لغوي، ولكن المأخذ أنه ينسحب على مسائل الاعتقاد. فهم يقولون أن المجاز هو صرف المعنى الظاهر إلى معنى باطن بقرينة، فبالتالي كل ما ظهر نص على إبطال دعواهم قال هذا المعنى الظاهر، هناك معنى باطن، فبالتالي نلغي المعنى الظاهر. ما دليلكم؟ المجاز. حتى والعياذ بالله وصل ببعضهم مغالين أن قالوا لا يوجد جنة ونار، والآيات الجنة والنار قالها المجاز، ما في شياطين، ما في جن، ما في كمان شوي والعياذ بالله. فبالتالي هذا المجاز ذات إلى الإلحاد والعياذ بالله إن وظف بهذا المعنى، لذا سماه ابن القيم الطاغوت،
والتفصيل حقيقة يصعب في هذه العجالة. تفضل. حكى شوف أهل العلم الحكم على معين بالكفر لا يكون إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، وبالتالي سوف يأتينا إن شاء الله دروس في مبحث التكفير، ومن بين هذه القواعد لا بد من الحكم على المعين من إقامة الحجة، فبالتالي هذا الكلام كفر مخرج من الملة، لكن هذا الكفر لا يحكم على معين. لذا كان شيخ الإسلام يقول الجهمية: لو قلت بقولكم لكفرت، لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم أنتم عندي لستم كفار لأنكم جهلة. آخر شيء قل عنهم جهلة ولا يقول عنهم كفار. نعم هذا هو. تفضل. المرجئة ليست كتجمع حزبي، هي عبارة عن أفكار واعتقادات. فمثلا عند العوام يوجد بعض أفكار الإرجاء، فعندما تقول له صلي أقول لك العبرة ما في القلب، أطلق لهيتك أقول العبرة ما في القلب، البس السنة أقول لك العبرة ما في القلب. طب إيش هاي الأعمال تزيد ما الإيمان في القلب؟ أقول لك لا، هذا شكل وهذا شكل، هذا كلام المرجئة. لكن هو ما بعرف كل سنة، والله أنا ما سمعت وشفت كمالها. فالشاهد من هذا أنه الإرجاء عبارة عن معتقد وأفكار، فلا يحب في جماعة، وإنما هم مأخوذين من الماتريدية ولا شاعر. نعم غيره. تفضل. نعم هم متناقضون، ومنهم من كفر الشيخ الألباني، قالوا طولي معك كافر على عبد الله. فبالتالي الشيخ الألباني جاءه نفر من هؤلاء القوم ليناقشوه، فحان موعد الصلاة ما كان في مساجد قريبة، كانوا بعاد، فقال لهم أنا في بيتهم، فما رضوا يصلوا وراه جايين يناقشوا وما رضوا يصلوا. قال لهم عمي انتوا صلوا انا بصلي وراكم، انا انتوا عندهم مش كفار. والله بقي في مناقشتهم حوالي 3 ساعات، ففي اليوم الثاني رجعوا فرضوا ان يصلوا وراه. ها ثم بعد ذلك والحمد لله اصبحوا من تلاميذ الشيخ الألباني بفضل الله. فبالتالي العلم هو حل التكفيريين. لذا هكذا أوصى من ابن المبارك أن يحمل سبورة ويجالس أهل العلم. لا حل بعض التكفيريين يتعرض للعذاب وللجلد وللكي ويخرج وقد ازداد كثيرا، ولكنه إذا جالس أهل العلم وصبروا عليه وتابع العلم ترك كل هذه الأفكار ودعا إلى عقيدة السلف الصالح. نعم غيره من المسائل. تفضل. قدموا شبه وأقوال وكلمات مجملة، فنحن أوقفناكم على عبارات صريحة، وأهل العلم يقولون إذا ورد الكلام المجمل والعبارة الصريحة، فالعبارة الصريحة تبين المجمل، ويقولون إذا اختلفت دلالتان، دلالة المنطوق ودلالة الإيماء أو دلالة الإشارة، قدمت دلالة المنطوق. فبالتالي هذه الشبه التي يحاولون أن يلبسوا على الناشئة هي عبارة عن كلام مجمل، هذا الكلام المجمل يوضحه الكلام صريح، فيقولون ها هذا الكلام يوحي انه يقول لما لا يزيد ولا ينقص. طب هذا يوحي، لكن اكيد مش اكيد بس يوحي. طب ايوه هو الاكيد، بقول لك الايمان يزيد وينقص، يقول لك هذا الكلام يوحي
انه العمل الصالح اعمال الجوارح ليست من الايمان، يوفي هم هاي هون بصرح انه اعمال الجوارح من الايمان. اذا لا نذهب الى الذي يوحي، هذا يوحي بفهمه، اما بفهم اهل العلم لا يوحي، ولو قل انه يوحي على فهمك فاذهب الى الصريح. نعم غيره تفضل. لا صاحب شارح العقيدة، صاحب العقيدة الصحاوية أبو جعفر الصحاوي كان على عقيدة السلف، ولكن هناك مواطن جاءت مجملة أيضا فاحتاجت إلى توضيح، فوضحها حنفي آخر وهو ابن أبي العز الحنفي، وأظهر أن مراده وهذا الخلاف خلاف يسير أو لفظي، فعلق الشيخ الألباني أن هذا الخلاف ليس لفظيا وإنما له صور حقيقية، فهم حاولوا أن يبينوا أن خلاف أبي أو العلماء أو الحنفية مع غيرهم خلاف لفظي، فبين الشيخ، فالشيخ كان متشدد في الرد على المرجئة، لو جاز لنا أن نقول أنه متشدد. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.